السنة بسنة كثيرة أما كنا بالأمس أحبتي قد مضينا مع سور مدنية، ها هو القرآن يعود مرة أخرى لنستقبل سورا مكية، وهذه المرة سنتحدث عن ثلاث سور، وكما قلنا لكم نحن في سلسلة التعرف على سور القرآن في شهر رمضان. السورة الأولى التي سنتناولها لنتعرف عليها سورة قاف. قاف أخذت هذه التسمية لكون هذه السورة بدأت بحرف قاف، وقد أشرنا إلى الحروف المقطعة، والراجح أن علمها عند ربي سبحانه وتعالى. نلحظ أن هذه السورة بدأت بذكر القرآن الكريم، وختمت السورة أيضا بذكر القرآن الكريم، لكن عنوانها الرئيس، من الممكن أن نقول أن العنوان الرئيس لسورة قاف حينما نقرأها على بكاء أن عنوانها الرئيس البعث والنشور، البعث والنشور. لكن قبل أن نستغرب في بعض مباحثها، سورة قاف أحبتي النبي عليه الصلاة والسلام قرأها في موضعين. الموضع الأول كان يقرأها أحيانا في صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، يقرأها في الصلاة. القراءة الثانية، وهنا تتفاجأ كما ورد في صحيح مسلم، أنه يقرأها في خطبة الجمعة، يجعل خطبة الجمعة كلها سورة قاف. أول ما يصعد على المنبر عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة قاف. ولذا وجدنا أن بعض الصحابيات كأم هشام بنت الحارث حفظت كما في صحيح مسلم سورة قاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في الخطبة. الآن لو أقدمت أنا كخطيب أو غيري وقرأ سورة القاف قد يتفاجأ الناس. خطيب لا يتحدث بشيء إلا أن يقرأ سورة وهو واقف على المنبر، نعم كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا تطرح أنت جملة من التساؤلات، كيف عرف اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأتي بها كخطبة للمعاني العظيمة التي وجدت في ثنايا هذه السورة، ومن ذلك أنها كانت تؤكد على مسألة البعث والنشور. حينما نتأمل سريع سورة قاف نجد أن الرب جل وعلا قد تحدث عن أدلة كونية تثبت البعث والنشور، ثم تحدث عن عاقبة المكذبين، تحدث أيضا عن مصير أهل الجنة، وأشار إلى مسألة الجنة وما إلى ذلك، إلا أنني أشير إلى أمرين مهمين، والأمر الثاني سأختبركم به. الأمر الأول، تحدث النبي وتحدث الرب جل وعز عن أمرين هامين يعينونك كثيرا على الصبر. إذا أردت أن تصبر تجد آية في سورة قاف تحدثت عن شيئين، تحدثت عن الصلاة وعن ذكر الله. إذا أردت أن تصبر على مهمات الحياة، على مشاكل الحياة، على مصاعب الحياة، عليك بالصلاة وعليك بذكر الله كما ورد في سورة القاف. أما الأمر الثاني، ودعونا نتعاون سويا أحبتي، طالما أنك أدركت قيمة سورة القاف، لنتعاون هذه الليلة حتى تصل إلى ذات الجواب الذي سأسألك. الرب جل وعز في هذه السورة تحدث عن أمور ثلاثة كانت سبباً في هلاك الناس، في هلاك أنا أو في هلاكك أنت لو قدر الله يكون بأحد هذه الأمور الثلاثة، سأفصح عنها وليس هذا هو السؤال. الأمر الأول النفس الأمارة بالسوء، واحد. اثنين وساوس الشياطين، وساوس الشيطان. ثلاثة الغفلة. إذا هذه الأمور الثلاثة ممكن أقدمها لك سريعا فتشكرني على جوابك. قلت لك النفس الأمارة بالسوء، وساوس الشيطان، والغفلة. سؤال، هل تستطيع أن تكتشف مواضع هذه الثلاث في سورة قاف؟ ماذا أريد بهذا؟ أريد بهذا أن تصل إلى قدرة على التأمل والتفكر في معرفة مدلول الآية، واحد. الأمر الثاني، وهنا يأتي إبداع من يقرأ السورة كاملة،
كيف تستطيع وأنت تقرأ سورة قصيرة أن تجمع فيها هذا العنوان الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الإنسان؟ ولاحظ معي أن هذه الأسباب الثلاثة لم تأتي متتالية بآيات متتالية يسر عليك الوصول إليها، لا، أنت إذا بحثت في سورة الخامسة تتفاجأ أن السبب الأول كان في بداية السورة والسبب الثاني في وسطها والسبب الثالث في آخرها. وهنا تأتي القراءة الإبداعية للنفسية. كيف إذا انتهيت من سورة قاف وغمضت عينيك فأخذت تسأل نفسك ماذا استفدت؟ فهنا تأتي كيف تربط بين تلك الآيات وتلك المعاني، فتقول من ضمن الفوائد أن من الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الإنسان 1، 2، 3. إذن أدعوك اليوم أحبتي، أدعوكم جميعا أن تقرأ سورة قاف، حاول أن تعرف أين تحدث الرب جل وعز عن النفس الأمارة بالسوء، 1، 2، عن مساوس الشيطان وعن المغفرة. إذا استطعت أن تصل إليها فتكون أنت حقيقة عندك قدرة جيدة في التفكر والتدبر، ويبقى رسالة الثانية لك كيف تستطيع أن تجمع أكثر من معلومة في ثنايا سورة قد تفرقت فتجعلها تحت عنوان. السورة الثانية أحبتي هي سورة الذاريات. الذاريات أيضا مكية. الذاريات أخذت هذه التسمية، الذاريات هي الريح التي تدرو التراب، تدرو التراب، فالله عز وجل أقسم بالريح أو الريح. في هذه السورة أحبتي، وهي سورة مهمة جدا، مهمة جدا خصوصا لأحبابنا المغتربين. هذه السورة أحبتي في البداية تحدث الرب جل وعز عن الملائكة الذين يقسمون الرزق بين الناس بأمر الله، ثم ختمها الرب جل وعز بآية مهمة للغاية أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. إذا ما المحور العام الذي تدل عليه السورة؟ أن الرزق والعطاء والمنع بيد الله سبحانه وتعالى. هذا يجب أن تفهمه جيدا. وإذا كانت عندك ينتابك أحيانا شيء من ألم، وأنت الباحث عن وظيفة، وأنت الذي لم توفق في صفقة مالية، وأنت الذي دخلت في شركة وفي تجارة فأفلست، دخلت في مجالات رزق ولم توفق، إن كانت عندك هذه المشكلة فاقرأ سورة الذاريات، اقرأها بعناية، فيتولد في داخلك ويتجلى في داخلك أن الله عز وجل هو الرزاق. أي نتيجة ستصل إليها؟ النتيجة التي تصل إليها، وهذا الذي يهمني، أن الله عز وجل أقسم بنفسه أنه هو الذي قسم الأرزاق بين الناس. أقسم بنفسه، ما معنى هذا؟ إذا استقر في ذهنك هذا المعنى ستمضي في حياتك وأنت مطمئن، مرتاح البال، مستقر الفؤاد، لا تأتيك المنغصات. أن الله عز وجل قد أقسم، ما الذي سيطالب؟ ما الذي سيصيبك؟ ما أي رزق سيأتي؟ فإذا تجلى هذا المعنى في داخلك ستشعر بالحياة، ستشعر بجمال الحياة بين قوسين، بالرغم أنك لم تصب مالا وفيرا، لأنك تدرك أن الله عز وجل قد أقسم بنفسه أنه قد قسم الأرزاق لي ولك ولفلان، كل الذي تراهم على الأرض الله عز وجل قد قسم الأرزاق. ولاحظ معي لما تحدث الرب على الأرزاق ركز على جانبين، لأن بعض الناس يفهم الرزق قد ربطه بالمال فقط، كلا، تحدث عن الطعام وهي علامة بارزة للمال، لكنه تحدث في الوقت نفسه عن الذرية، الأطفال، فهي داخل الرزق. بعض الناس ما رزقه الله جل وعلا أطفالا، ولذا قد تراه متلففا متضايقا، هذا كله بأمر الله عز وجل. ثم تجد أن الله عز وجل ما ترك هملا، يقدم لك علاجات كيف تعالج هذه المسألة في صور ستأتينا، من ضمنها الاستغفار، الاستغفار فيمن حرم الولد. أيضا تجد آية عظيمة في هذه الصورة، أنت كلمة مشهورة وعبارة دائما نتداولها، كلنا نسمعها، أنك إذا خفت من شيء فرغت منه، لكن الله عز وجل إذا خفت منه فررت إليه. الآية هنا في سورة الذاريات، ففروا إلى الله. جرت العادة أنني أفر من الناس، أهرب، أغادر أجسادهم،
لكن هنا الله عز وجل يأمرك أن تفر إليه، أن تلجأ إليه، وهذه من أجمل المعاني التي أقرأها، من أجمل المفاهيم التي كنا نطبقها بصورة معاكسة لتعاملنا مع البشر، لكننا مع الله عز وجل نتعامل تعاملا آخر. السورة الثالثة والأخيرة سورة الطور، وهي أيضا سورة مكية. الطور الله عز وجل أقسم بالطور، الطور هو جبل في سيناء، كلم الرب جل وعز موسى عند هذا الجبل. لكن يجب أن نفهم أمرا في مسمى الطور، الطور ليس خاصا بجبل في سيناء. في الحقيقة عندنا كلمة جبل وكلمة طور. إذا وجدنا جبلا كبيرا قد خلا من الأشجار لا يوجد فيه نبات، هذا نسميه جبل. أما إذا وجدنا جبلا نبتت فيه الأشجار نسميه طور، كما نراه الآن مثلا في سلسلة جبال السروات. هذه السلسلة تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، فلو ذهبت إلى مكة ورأيت تلك الجبال الشامخة هذه تسميها جبالا، تسميه جبلا. لكن لو مضيت إلى هذه السلسلة مثلا إلى جنوب المملكة إلى أبها ورأيت مثلا جبال مثلا السودة، هو جبل، لا تسميه جبل، تسميه طور. لما؟ لأن فيه أشجار قد نبتت. وهكذا نجد أن الجبل إذا نبت فيه شجر نسميه طور، وإذا لم ينبت فيه شجر يبقى على اسمه المشهور بين الناس وهو أدهم. سورة الطور أحبتي ما عنوانها الرئيس؟ عنوانها الرئيس طبعا لو نلاحظ أن الله عز وجل في بداية السورة سورة الطور أقسم أن عذابه واقع، هذه مسألة مهمة، أن عذابه واقع، وفي نهاية سورة الطور أن عذابه سيقع على الكافرين، أن هذا العذاب الذي ذكر في بداية السورة أنه سيقع في نهاية السورة بيّن أنه سيقع على الكافرين. عنوان الرئيس أو المحور أو العنوان العام الذي ممكن أن نطلقه على سورة الطور إذا قرأناها بتمعن هو الرد ودحر الشبهات المتعلقة باليوم الآخر، باليوم الآخر في قضية خطيرة، لأن اليوم الآخر أحبتي وسبق وأشرنا أنها مسألة هي يقينية عندك صحيح، لكن لابد أن تؤمن بها كما تراني وكما أراك. هذه المسألة المهمة، كيف يتحول هذا الذي تؤمن به نظريا إلى يقين؟ لو تحول إلى يقين لوجدت أن الناس قد أقبلوا على الخير بلا ترى. نعم كلنا نؤمن أن هناك يوم آخر، لكن مشكلة اليقين ضعيف ضعيف، يهتز معك أو من الممكن أن نقول يحيا معك بأيام، حينما تدفن ميتا عزيزا على قلبك، حينما تأتيك مصيبة يحيا هذا معنى لمدة يوم يومين ثم سبحان الله يضعف يضعف، مع أنك تؤمن إيمانا جازما أن هناك يوم آخر. فالله عز وجل في هذه السورة رد الشبهات، ولذا أتى بأدلة تثبت قضية اليوم الآخر، وتحدث عن الكافرين، وتحدث عن المؤمنين وصفاتهم، وعن الجنة ومصيرهم، مصير المؤمنين الجنة وما إلى ذلك. بقي أن نشير إلى أمر حتى لا أطيل عليكم. هذه الصورة أحبتي فيها آية من أجل ما تجد، يا من تعلقت بأبنائك، يا من أحببت صغارك، فيها آية تبين أنك إذا دخلت الجنة فإن أبنائك أطفالك زوجك يلحقون بك، والذين اتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذه آية جميلة لو تقف معها، أنا وقفت كثيرا، يعني حينما تحب صغارك نعم كان يقلقك، كنت تتألم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كل يهرب يوم القيامة، ابنك يريد منك حسنة، أمك والدك لا تدري، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته نفسي نفسي. فأنت تقول عجبا بذلك اليوم أن تفر، أن تفر من صغير الذي انقطع من فؤادك، تتمنى أن تتنازل عن سنين من عمرك لتقدمها لصغيرك، ومع ذلك في العرصة تفر منه. ثم يأتيك العزيز إذا دخلت الجنة ألحقنا بهم ذرية، ما أجمل هذه الآية. الآية الثانية أحبتي وبها أختم، حينما تحدث عن الذين يخدمون المؤمن كأنهم لؤلؤ مكنون، الذين يقومون بخدمتك
ولذا يقول بعض السلف، اسمع لي هذا الكلام، قال طالما أن الخدم لؤلؤ مكنون فكيف سيكون المخدوم؟ كيف ستكون ما دام الذين يقومون بخدمتك وصف بأنهم لؤلؤ مكنون، كيف ستكون؟ ستكون أفضل من اللؤلؤ. فهنا تأتي مسألة التأمل والتفكر بهذه الآية، أن الذين يقومون بخدمتك من جرد العادة، الذين يقومون بخدمتك في بيتك هم أقل منك شأنا، وهذا لا شك. فكيف في مسألة الجنة؟ هذا حقيقة معنى جميل تجده في هذا السياق المختصر. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.